دلوقتي بقى كل مشاهدي ومحبي كرة القدم ومحبي الرياضة جه ميعادنا مع موجز لأهم الأخبار مع لاميا. اتفضلي يا لاميا. شكرا ليكي منى. مشاهدينا برحب بيكم وموجز جديد لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع منتخب مصر اللي بدأ تحضيراته امبارح لمواجهة كاب فيردي اللي هتتلعب يوم الاثنين اللي جاي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخب الرأس الأخضر فاز على منتخب موزمبيق بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردي بطاقة التأهل لدور ال 16 من البطولة. منتخب السنغال تأهل لدور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بعد فوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2023. حقق منتخب غينيا الفوز على نظيره منتخب جامبيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار. بالنتيجة دي بيحتل منتخب غينيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة وبرصيد 4 نقط خلف منتخب السنغال المتصدر برصيد 6 نقاط، والكاميرون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تزايل منتخب جامبيا جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط. نروح لكأس آسيا ومنتخب العراق اللي ضمن التأهل لدور ال 16 من بطولة كأس آسيا بعد ما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وتصدر منتخب العراق المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط. منتخب إيران حقق الفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد خليفة الدولي في قطر، وده ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023. تصدر منتخب إيران المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل للدور ال 16 من عمر بطولة كأس آسيا 2023. منتخب اندونيسيا فاز على منتخب فيتنام بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ببطولة كأس آسيا 2023 واللي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة أمم آسيا. بالنتيجة دي حصد منتخب اندونيسيا الفوز الأول وبقى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، وفيتنام في المركز الأخير وبدون رصيد من النقاط. النادي الأهلي حصد على جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط وده على هامش حفل توزيع جوائز جلوب سوكر على عن عام 2023 واللي شهد تتويج عدد من عناصر كرة القدم بجوائز الأفضل في كرة القدم. كمان توج البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن عام 2023. الإسباني رودريجو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي توج بجائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر. النجم الإنجليزي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم ضمن جوائز جلوب سوكر اللي شهدت تتويج عدد من عناصر كرة القدم بجوائز الأفضل في كرة القدم. منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس فاز على منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة 34-19 بتاني جولات الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية. منتخب تونس لكرة اليد فاز على المنتخب النيجيري بنتيجة 36-19 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر باستاد القاهرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.